بقولك يا كوكو، في موضوع كده سمعته عايزه اسالك عنه. اسالي. انا من يوم ما شفتك وانا بجاوب على اسئلتك كده. برضه يا كوكو انا حبيبتك. المهم، هو صحيح الحاكم بأمر الله شتم الصحابه؟ اه حصل. طب ايه؟ احكي بقى. يوه، طب عايزه اهو. ماشي يا ستي، يلا بقى احكي. صلي على النبي. بصي، بصراحة الحاكم بأمر الله كان مش مفهوم في الحكاية دي خالص. يعني بين يوم وليلة لقينا شتيمة الصحابة على أبواب الجوامع والحيطان وفي الشوارع وفي المقابر في كل مكان، وطبعا الناس ما سكتتش، وكمان زادت البلاطينة لما أمر الحاكم بأمر الله بعدم مسحها. فطبعا الناس غضبت جدا من أهل السنة، وقامت الحرب في الشوارع، ناس مع وناس ضد، ناس على هواها الكلام ده وناس طبعا رافضة الكلام ده، وناس تضرب في بعض وناس تموت في بعض، والدم بقى للركب. وهو قاعد في قصره ولا هم ولا كأنه هنا. وفضلنا على الحال ده يومين ثلاثة ويمكن أربعة كمان، موت وخراب. وبعدين كملي. أبداً، طلع بعد ما الناس بقت تموت بعضها في الشوارع ولقى ان الدم ما بيقفش ومحدش خايف، كان لازم طبعا يوقف الفتن دي ويقفل بحر الدم ده. فأمر بمسح الكلام اللي أغضب الشعب وقسمه نصين. وبعدين بعد ما قام وبكده، ايه اللي حصل؟ ابدا، قال ان اي حد هيخالف الكلام ده ويشتم تاني هيتعاقب عقاب شديد ويتسجن سجن مشدد. وكمان امر بسجن المتورطين في الازمه الاولى، سواء اللي شتم او اللي دافع، اللي باقي منهم يعني وما ماتش. ايه؟ طب ما هو اللي قال اكتبه. رجع في كلامه بقى يا ستي وقال كده: ارجعي بقى انتي وقولي له انت اللي قلت كده. هو قال، هو عمل، اهو عاقب اللي عمل كده وخلاص. وهو قانون جديد وعقاب جديد اتحط وقبلناه زي ما هو، واللي مات مات، واللي اتسجن اتسجن، واللي كمل ربنا معاه بقى في اللي جاي.